هو اصعب مرحله كانت مرحله البلاينت اوديشن، مش عشان انا عايز اشوف مين قد ايه هيلف لي، لكن في ناس كتيره جدا على فكره من اللي كانوا مشاركين معانا لم تعرض مشاركاتهم على في اللي هي البلايند اوديشن او مرحله اللي هي الصوت وبس. مش هقول لك ان هم اتظلموا في ده، لكن هقول لك بعضهم يمكن اتظلم. يعني اذكر مثلا ان في عندنا زميله كانت مغربيه اسمها ليلى البراق، هي اوريدي عندها اغاني وعندها البومات وعندها حاجات كتيره جدا، بس يمكن ما فيهاش الحظ في انها تقدم حاجه مختلفه او تبقى شكل. او خلينا نتفق برضو في ان البيزنس شو مش بياخد صوتك بس، هو بياخدك كلك على بعضك كباكج. يعني لو انا وسيم عندي وسامه، انا اسف طبعا انا بقول كده، انا ما بعتمدش ان الراجل بيبقى فيه وسيم والراجل راجل، بس يعني لو في لمحه وسامه انا عايز استفيد بيها. لو في مثلا انت محافظ على الشيب وراجل رياضي وبتاع، وده تم من خلال الريبورتاجات بتاعتي، جم صوروني في الـ في الـ في الجيم يمكن 3 مرات في مصر وفي بيروت، في بيروت مرتين وفي مصر مره. لو انت عندك سيستم في حياتك، لو انت عندك شيء غريب في حياتك بلس صوتك وغنائك وتعاملك مع نجوم قبل كده، فانا عايز استفيد بالباكج دي كلها عشان خاطر اعرضها. الناس اللي لم تعرض تجربتهم في البلاينت اوديشنز اعتقد ان كان عندهم قصور ما. الحمد لله ربنا حالفني، يعني حالفني الحظ في الاختيار مبدئيا، لانه لما بيتكلموا عن ان انت تختار اغنيتك في البلاينت اوديشن، انا لم اجد يعني افضل من ان انا اغني سيد درويش. هو معبر عن الهويه المصريه تحديدا وهويه التراث المصري. كان ليا تجارب قبل كده طبعا في نجم الخليج وغناية بالخليجي، فكرات كتيره جت على بالي. طب اغني خليجي، طب اعمل فيوجن ما بين مثلا انا بغني تركي كمان، فنعمل فيوجن ما بين ان احنا نغني تركي ونغني خليجي ونغني، طب نغني خليجي ونغني مصري. بحاول استفيد باقصى حاجه، ويمكن كان معايا كمان صديقي هشام امين، ان احنا نفكر في ايه اللي ممكن ان احنا ممكن نطرحه. طب خلينا احنا غنينا بالخليجي قبل كده، مش هنغني خليجي، خلينا نغني حاجه مصري. طب المصري ممكن نعمل ايه؟ حاولت ان انا اجمع القدود الحلبيه، صباح فخري والمدرسه دي مع سيد درويش. اعتقد ان انا كنت موفق، وزي ما انتم شفتوا يعني انه ما فيش قصور في الاداء، ما فيش قصور يخليني في مرحله الاكابيلا بعدها حضور لا انت معلش انت اسف انت مش معانا، مش معاكم، طب ما كامل الاول يعني ما فيش ما يدعو ان انت تجيبني. بس خلينا نقول انه اللي كان يهمني برضو البلايند اوديشن على اليوتيوب، على كل الشانلز، على كل المستويات السيزونز اللي فاتت، اكتر مرحله متشافه ومتشاهده هي فيها سسبنس هي مرحله البلايند اوديشن. بعد كده ما حدش بيهتم مين واجه مين او مين كمل او مين فات على المواجهات ولا حتى مين كسب. معلش عفوا فعلا، يعني لو البرنامج كان بحجم قوته الدعائيه وحجم قوته اللي يستحقها فعلا، كانت كل الناس وكل الدنيا زي ما حصل في يوم من الايام ان محمد عطيه كسب ستار اكاديمي، كنا قلنا ان فلان الفلاني اللي هو مهدي التونسي كسب برنامج ذا فويس، والناس كلها، انا واحد من الناس والله ما كانش متاح لي ان انا اتفرج على اخر حلقه، وعرفت صدفه عن طريق زميله ليا كانت موجوده، إيه انت ما اتفرجتش على الحلقه؟ لا هشوفها في الاعاده. طب ده اللي كسب فلان الفلاني، اوكي as I said before ده كان توقعي انه لازم راغب على ما اللي يكسب فريق حد من فريقه، كنت متوقع انه يبقى ميشيل ما حصلش.